أنا الآن في بداية الحياة في استكمال باقي مناسك العمر بعد البرطون أو خالد سمارة أبو محمد من الطير المثلث فلسطين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كان ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح باب السماء لروحه وباب رحمتك وباب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوه وأحباؤه فيها إلى درجة القبر وما هو اليقين. اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إيمن كتابه وهو حسابه ولين ترابه وألهم حسن جوابه وطيب ثراه وأكرم مثواه وجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا بقي إلا وجهك. اللهم اكتب اسمه على أبواب الجنة الثمانية. اللهم نجه دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم ادخل بالجنة بلا حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم رد له في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.